إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية. لن نقبل بالتهجير، وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات. أيها السيدات والسادة، لن نرحل، لن نرحل، لن نرحل، وسنبقى في أرضنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦！如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言。